السلام عليكم. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذن حتى شيخ معلش هو استفسار بس، دلوقتي أنا زوجتي في حصل ما بيني وبينها كذا موقف، فمن يعني أكبر موقفين أو حاجة زي كده اللي هي كانت مسافرة عند أهلها هي في محافظة تانية، وأنا كنت منبه عليها اللي هي ما تخرجش إلا لما تقول لي. فمرة اتصلت بيها فلقيت صوت عربيات وكده، فبقول لها أنت فين؟ فقالت أنا في البلكونة، وأنا متيقن إن هي مش في البلكونة اللي هي بره. فكلمت والدتها، فوالدتها كانت بره معاها، فقامت والدتها قامت قالت لي هي في البيت، هي في البيت. قلت لها بس في صوت عربيات، قالت لي هي في البلكونه. وبعد كده هم شرحوني اللي هو احنا كذبنا عليك، وان احنا كنا لما انا اصريت عليهم يعني قالوا احنا كذبنا عليك واحنا كنا في النادي وكده، ويعني ايه يعني والدتها ما عندهاش مشكله اللي هي البنت ترجعني كده يعني. ويعني النهايه انت في الخارج يعني وهي في الداخل هنا ولا ايه؟ يا شيخ انت في دوله ثانيه ولا ايه؟ لا في محافظه ثانيه، في القاهره في محافظه ثانيه. طيب وبترجع لزوجتك؟ ايه؟ وترجع لزوجتك كل مدة؟ اه يعني انا بسفرها بوديها عند اهلها وتقعد اسبوع مثلا وترجع. ففي خلال الاسبوع ده هو ان انا قلت لها ما تخرجيش الا لما تقوليني، فخرجت. واللي زعلني اكتر اللي والدتها نفسها كذبت وقالت اللي هي في. طيب والمطلوب؟ والمطلوب السؤال وغير كده يعني عندها عند والسؤال ايضا عندها عند والسؤال السؤال حضرتك تنصحني بايه؟ يعني حضرتك تنصحني هو لسه متجوز بقالي تقريبا 6-7 شهور ومفيش اولاد ولا اي حاجه، فحضرتك تنصحني بايه؟ الصبر شوية. طيبة البنت ولا مش طيبة؟ هي برضو يعني هي من عيوبها برضو اللي هي دايما متدبرة على العيشة، ولما بتقعد مع حد بتشتكي لها يعني لما بتقعد مع أي حد بتشتكي له عن العيشة معايا اللي هو مصلية؟ إيه؟ مصلية؟ هي في بداية الجواز كانت يعني بتفرط شوية في الصلاة، دول اللي أنا كل صلاة أنا فيها. الآن مصلية ولا لا؟ الآن محافظة على الصلاة. محافظة، كل الآن محافظة على الصلاة. متبرجة؟ انا برضو بعد الجواز برضو اصريت عليها اللي هي الان متبرجه ولا لابسه محتاج؟ لا الان يعني اتحسنت بعد ما انا قلت لها، بس هي يعني هي اتحسنت بس مش مقتنعه باللي هي فيه. ان شاء الله هتتحسن باذن الله، اصبر عليها شوي، عاتبها. يعني كل الازواج يظهر منهن اخطاء لكن عاتبها شوي الله يحفظها. حتى لو والدتها مؤذيه هي خلاص، هي كانت اسبوع وانتهى الاسبوع هترجع لك ان شاء الله. خلاص زوجتك حبيبتك، جزاكم الله خير. الله يبارك فيك.